مدينة نابل، جمعية صيانة مدينة نابل اللي استقبلتنا أحسن استقبال. شكرا لك أستاذ أنور على قبولك دعوتنا أنك تكون ضيفنا الرئيسي في حلقة اليوم. كذلك نستقبل الأستاذ نبيل عبد المولى، هو عضو بجمعية صيانة المدينة، وهو مش يحكي لنا شوية على الذاكرة الشفوية لمدينة نابل. مرحبا بك سي نبيل. شكرا، بارك الله فيك، يعطيك الصحة. تحية للسادة المشاهدين وإلى المهتمين بصفة خاصة بتاريخ مدينة نابل. في الحقيقة هو الاهتمام بالذاكرة الشفوية اللي هو جزء من الاهتمامات وجزء من أنشطة لجمعية صيانة مدينة نابل. ماذا نقصد بالذاكرة الشفوية؟ معناها السادة المشاهدين يتفرجوا فينا ربما ما يعرفوش شنو معناها نقصدوا بالذاكرة الشفوية. الذاكرة الشفوية هي يعني نجم نقولوا ذاكرة شفوية أو ذاكرة شعبية، هي كل ما يهم ذاكرتنا، هو مباقية في الذاكرة ومباقية من العادات والتقاليد في ذاكرة أبائنا وذاكرة أجدادنا. نعم. واهتمام جمعية صيانة المدينة لحفظ هذه الذاكرة ولضمان استمراريتها للأجيال القادمة، تدوينها وتسجيلها بطبيعة الحال. هي تسجيل وتدوين الذاكرة، التسجيل يعني بصفة خاصة السمعي البصري، لأنه التسجيل هذا مش يكون بعد تسجيله، مش يكون هي مادة للبحث، انطلاق مادة للبحث للي يحبوا يدرسوا مدينة نابل وتاريخها وبطبيعة الحال هو ومستقبلها كيف، لأنه بطبيعة الحال ما نجموش نعرفوا مستقبل المدينة إلا ما نعرفوا تاريخها. سي نبيل، خلينا نسألك سؤال ربما تقني أنت، إذا كان معناها في تدوين ربما أو توثيق الذاكرة هذه، هل أنكم تعتمدوا على مصدر واحد أو عديد المصادر باش ربما لمصداقية المعلومة اللي باش تاخذوها؟ هو ما فماش مصدر واحد، هو يعني مصادر متعددة. تعرف مدينة نابل تعداو عليه أجيال كثيرة. نعم. فما اللي عمره 90 سنة واللي عمره 80 و70 و60 وكلهم كانوا معناها بمثابة كل واحد منه شاهد على عصره، وبطبيعة الحال كل واحد فما كل واحد روايته. بطبيعة الحال احنا دور جمعية صيانة المدينة هي تسجيل مختلف الروايات، وبطبيعة الحال يدور جي الباحث والمؤخر والمؤرخ وأهل الاختصاص كيفاش قلوها لتصفية كل هذه. نعم. وباش تخريج منها زبدة البحث زبدة البحث. نعم. إذن دور أنه جمعية صيانة المدينة هو التدوين، وبطبيعة الحال جي دور المؤرخين ودور الباحثين فيما بعد. ودور المؤرخين، ومعنا الأستاذ الجامعي ضيفنا الرئيسي السيد أنور المرزوقي. سي أنور، سيد أنور، خلينا نحكيه على مناطق الأثرية بنابل والخصائص المعمارية اللي تعاقبت عليها أجيال كثيرة في المدينة هذه، هي خصائص معمارية فريدة وربما ما توجدش مثيلها حتى في عديد دول العالم. كان تحكي لنا على القيمة نتاع التراث وهالمناطق الأثرية اللي ربما تحكي على تاريخ كبير لمنطقة الوطن القبلي بصفة عامة ونابل بصفة خاصة. شكرا على السؤال. هو في الحقيقة نابل معروفة بالجرة، يعني لزوار نابل كل يقولوا القلة ولا جرة، هذا معلم من معالم، لكن معمل حديث يعود إلى سنة 1962 وجمعية صيانة مدينة نابل احتفلت بعيد ميلاد 40 سنة 2002. نعم. عيد ميلاد الجرة، عيد ميلاد 40 الجرة، والجرة هي يعني صنع محلي بامتياز، رمزية رمزيتها هي سان أومبلان في نابل، معناتها يقول لك جرة المعروفة لجرة نابل. نعم. هذا معلم من معالم المعالم الحديثة. لكن تحكي لنا على فكرة الجرة هذه، شكون معناها كيفاش جات معناها بناء كيفاش شكون قام بالفكرة؟ الفكرة النابلية سي طيب العويتي كان مهندس يعني في بلدية نابل. أه؟ هو اللي جاب الفكرة وتجاوز كل يعني الصعوبات في معناتها البلاسمون والكياس، يعني الفكرة النابلية صنع تصميم نابلي كله نابلية، سي طيب الشماسي، حسن اسكندجي، سي محمد العويني، يعني كله فخار، او انه وقع بناؤها من الداخل ثم طليت بالفخار؟ لا، بعد الطليت ما نعرفش، كان سي زهير بلامين هو اللي يعرف اكثر. نعم. يعني حكيت الطليان طليت ولا لا ولا يمكن نبيل حقيقه ما عنديش حكينا شويه على هي جره من الاول تبنات باليجور.
وبعد جاءوا الفنانين في الخزف لاعطائها اكل بعد الفني نتاعها. انا من الاول هي اصلها الجره موجوده، الشجره موجوده، يعني الشجره قبل الجره بطبيعه الحال، الشجره موجوده وكان معناها في لحظه باش يتم اقتلاعها، لكن سي طيب العويتي هو اللي جاب الفكره باش ما تكون هالشجره نستحفظوا عليها وبطبيعه الحال اعدائها واعطائها بعد اخر الشجره ذي باش تولي في وسطها الجره هذه. ثم جاوا الحرفيين والخزفيين باش تكون، اذا كيف نقول احنا الجره هي تشمل تقريب الفنون الصناعات التقليديه تاع العالم الكل. نعم. سنتيز بالضبط. سنتيز معناها ولات هي عندها بعد حرفي، بعد تقليدي، وبعد حتى اجتماعي، لانه الجره تو الكل هي الجره ولات هي الناس كل تتقابل فيها، والناس كل في الاحتفالات نتاعنا نمشي ونحتفلوا في الجرة غير دي، ولذا هي الجرة تو عندها بعد اجتماعي وثقافي. لكن الجرة ماهيش المعلم الوحيد، احنا على تو يعني فما حفريات يعني في البحر، تعرف المدينة الرومانية، مدينة نابوليس، نابوليس يعني دفنت في البحر، موجود يعني الآثار تو قاعدة موجودة في البحر، لأنه قاعة تسونامي هذا يوم 21 جويلية يعني 365 قبل الميلاد، يعني ميلادي بالطبع في العهد الروماني، يعني من المدينة الرومانية يعني اجتاحها البحر، وقع يعني زلزال البحر و يعني غرقت في البحر كما نقولوا. دونك اليوم قاعدة تصير يعني منذ 10 سنوات مش اليوم، يعني فما حفريات في البحر، قاعدة الحفريات هذه تعطي في بدات في أوكرانيا تعطي في نتائجها، وبدات يعني يعني نعرفوا مثلا مدينة نابل فيها يعني البار، فيها الميناء، فيها اللي نعرفوا الفرام، وبخلاف لي موزايك اللي نعرفوهم، بخلاف يعني هذه بالنسبه الفسيفساء الموجوده اليوم في متحف نابل، واللي ندعو الساده المشاهدين باش تشوفوا يعني عندنا فسيفساء فريده من نوعها. دونك هذه بالنسبه للفتره الرومانيه، بخلاف الفتره يعني كيف فتره فينيقيه، مدينه نابل هي ايضا تعود الى العهد الفينيقي، يعني مدينه قديمه جدا يعني بعد قرطاج. إذا يعني نابل هي مناطق أثرية خصبة، مناطق أثرية معناها غنية، تحكي تاريخ كبير لهذه المدينة الجميلة. خلينا نشكرك سي نبيل عبد المولى، شكرا على الإضافات اللي قدمتها. تحب تفضل. حبيت في مخص الذاكرة ومخص البحث وداخله، مقر جمعية صيانة مدينة نابل يحتوي على مكتبة. نعم. هي مكتبة فيها تقريبا مجموعة ومراجع كبيرة تهم كل ما يهم نابل والوطن القبلي. نعم. وهذه دعوة لكل ما يهم يخصوا باحثين وطلبة باش يزوروا مقر جمعية سيادة المدينة، وكانوا جاوا بحثنا واعطيناهم والجمعية سيادة المدينة هي تعطيهم الكتب وتعطيهم الإشارات. شكرا لك سي نبيل، يعطيك الصحة. والمقر هذا موجود في المدينة العتيقة بمدينة نابل بجانب سوق البلاغي. سوق تفضل. فما المعالم الاسلاميه ايضا. نعم، احنا باش نرجعوا لهم، مازلنا مواصلين معاك سي انور، يعطيك الصحه. شكرا لك سي نبيل، احنا باش نمشيو مع الروبورتاج ثم نعود.